But why are you here? This is Sunday. بس اليوم عطلة ليش جاي؟ موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رضا الشباب لن يكن همه أن تستقل أو يبيد من منظمة UNDP بعد ما أجرت الترميم والصيانة الشاملة لهذه البنايات. حقيقة زملائي وزميلاتي، أحب أن أكون أحد أبناء هذه المدينة التي ساهمت بمحاربة داعش بعدة مفاصل وأهمها مفاصل التعليم. اليوم بعد سيطرة الحق على الظلام. We were very pleased to see that the school has done so nicely. وحقيقة من دواعي سرورنا أنه شفنا المدرسة تم إنجازها بشكل بارع. I don't like the color. عندي شوية عندي مشكلة باللون. But I understand that maybe we can change this to pink. لكن يمكن نغير اللون وردة. The United Nations Development Program. We have many projects here in Tanzania. برنامج الأمم المتحدة للإنمائي التابع للأمم المتحدة عنده برامج كثيرة. There are 79 projects. هناك 79 مشروع. 14 of them are done. 14 كلها تمام. In the next 2 months 40 more will be done. وخلال الشهرين القادمة 40 مشروع. And within 4 months there will be another 20 that are done. وخلال 4 أشهر 20 أخرى راح تكون. But we know that this is a small part of what needs to happen. لكن نعرف أنه ما زال كثير لكي يقدم. In order for Hamdania to come fully back to the great city that it was. وحتى ترجع إن شاء الله الحمدانية لعظمتها السابقة في المكان. So much needs to happen. مع منظمة اليو ان دي بي وأعضاء مجلس محافظة نينوى أعضاء المجلس المحلي للحمدانية لافتتاح عدة مدارس والبالغ عددها 13 مدرسة وبإذن الله سبحانه وتعالى سيتم الانتهاء من ترميم مدارس الحمدانية والانتقال إلى المدارس في قرى الحمدانية وإن شاء الله من خلال التعاون مع اليو ان دي بي والمنظمات الأخرى سنطوي صفحة المدارس المتضررة ولنبدأ عام دراسي جديد ومميز لمحاربة الجهل في محافظة نينوى. بعد إكمال الترميمات به من قبل منظمة اليو ان دي بي وبإشراف مباشر من قبل مهندسين الأبنية المدرسية وتم الإنجاز واليوم تم الافتتاح المدارس بحضور ليزا جراندي ممثلة الأمم المتحدة في العراق وكذلك بحضور مدير عام تربية نينوى الأستاذ وحيد فريد.